شلونكم؟ شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. راح أصور لكم مراحل شلون تتجمع الغيوم بعض. راح تتجمع هاي اليوم، احنا على هذا الحال تتجمع شوي شوي لحد ما تنضف. بدي حتى هواء بسيط أول مرة. راح أصور لكم إياه راح لحد ما ينزل المطر. شوفوا ما شاء الله، هاي احنا ولاية فلوريدا الأمريكية، لأن هي تعتبر من المناطق الاستوائية، الرطوبة عالية كثير عندنا. بالصيف المطر مالتنا بالصيف يصير مو بالشتاء. يعني بالشتاء عندنا بس يمكن 3 أو 4 مرات وفترات يعني ما تطول مثل ما بالصيف عندنا كثير تطول، مرة ساعتين ثلاث. البارحة الليل كلها هي تمطر عندنا، والرعد سبحان الله كان كثير قوي حتى يعني يخوف. هسه راح أصور لكم أنا المراحل من أول ما تتجمع الغيوم لحد ما تمطر، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. أنا حبيت أشوفكم الطبيعة. يا سبحان الله الدول العربية ما بيها مطر، بس فلوريدا هي مناطق استوائية. الطيارة Thank you.
حبيت اصور لكم اياها تتمتعون بالمناظر الجميله. انا بصراحه من اللي احب، يعني احب كثير ينزل المطر، احب اصور افتح الستائر حتى اشوف نزول المطر. سبحان الله، ربي تعالى غيث الرحمه ويزيل الغمة عن الكمون ويصلح ما بيننا ويهدينا ويصلحنا ويصلح أولادنا أولاد جميع المسلمين جميع أولاد العالمين يا رب العالمين. خلوا هذه لحظة دعوة، ندعو لبعض وينزل المطر، ادعوا الله يفرج عنا وعنكم، ربي يريح بالنا وبعدكم إن شاء الله، ربنا ونحفظ أولادنا وأولادنا يا رب، اجعل أكثر رحمة إن شاء الله يا رب، بحولك وقدرتك اجعل غيث الرحمة. كانت الطيور طايرة مع الجيش، بس بدأت ترعد سبحان الله، صار الهواء رأسا جت دخلت القفص. أنا حبيت أصوركم هالأجواء وإن شاء الله عجبتكم. إذا عجبكم الفيديو وإذا تريدون مثل هيجي فيديوهات اكتبوا لي حتى أصور لكم أي مرة ينزل عندنا المطر أو أي ظروف جوية، إن شاء الله أصور لكم إياها. لا تنسون الإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وإن شاء الله ربي يجعل غيث الرحمة علينا وعليكم. نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.